نعم. وكان فتح خيبر في السابعة. نعم، فتح خيبر أخواننا، هذا الأمر يعني خيبر، خروج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى خيبر، خيبر كنوز، أموال، مزارع، أراضي، فهم لو يقولوا لك اليوم هنا عندنا نعطيك في الفروانية أو كذا قطعة 600 متر، ها إيش تصنع؟ جهاد يعني ماذا؟ قتل، حرب، جوع، نعم، لأنهم طبخوا الحمر الأهلية أكرمكم الله الحمير، يعني لو كان عندهم من الطيبات الغنم ولا البقر ولا الإبل ما طبخوا الحمر الأهلية، وباع علي رضي الله عنه به رمد، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر، يفتح الله على يده، يعني فتح خيبر غدا، والله ما التفت الصحابة إلى هذا، لا غنيمة، ما خرجوا لأجل المال، ما أرادوا هذه الغنيمة ولا غيرها، فبات الناس يدوكون ليلتهم، كلهم يرجون يعطاها، يعطى ماذا؟ أرض؟ مال؟ ما التفتوا إلى هذا، ما التفتوا إلى الغنيمة، يعطى ماذا؟ رجل يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يده. فقال أين علي؟ ما اعترض واحد من الصحابة رضوان الله عليه، ما قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نحن تعبنا ودعونا، علي مريض عنده عذر، اعطني إياها أنا أو فلان أو فلان، لا، اعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك وما أخطأك لم يكن لأسر، آمنوا بالقضاء القدر، رضوا، ما اعترض واحد منهم رضوان الله عليه. نعم. وحظر لحم الحمر الأهلية في خيبر، حرمت الحمر الأهلية ومتعة، وكذلك المتعة، نكاح المتعة حرم في هذه في هذا الزمن، في هذا الوقت، في وقت خيبر. نعم. ومتعة النساء الردية. نعم.